لمزيد من تفاصيل حول الملف السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مارسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل. أهلا بك أستاذ. أهلا بك سيدتي. بداية نبدأ معك من إدلب، كيف تفسر تحول النظام تجاه إدلب في هذا التوقيت بالذات بتزامن مع ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات؟ يعني بتقديري الغارات الجوية على المدنيين في إدلب تنطوي على رسالتين أساسيات، رسالة موجهة إلى الضامن التركي اللي هو يفترض مسؤول عن يعني ضمان سلامة تلك المنطقة اللي هي جزء من مناطق خفض التصعيد، وهي الرسالة يعني موجهة بالمقام الأول من روسيا قبل النظام السوري كنوع من لي الذراع على خلفية الاتفاق اللي حصل ما بين تركيا والولايات المتحدة حول موضوع منبج. يعني تريد روسيا من هذه الرسالة القول لتركيا أن لا تنخرط ولا تبتعد بعيدا في المسار مع الولايات المتحدة طالما ما يزال هناك تناقض في إنتاج رؤية مشتركة للحل في سوريا ما بين الولايات المتحدة وما بين روسيا. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي، يعني الحقيقة على خلفية الجرائم اللي تم ارتكابها من قبل داعش والنصرة، يعني على أنه يجب أن يكون هناك حسم عسكري تجاه تلك القوى الإرهابية الموجودة واللي ارتكبت جرائم في عدة مناطق في ريف إدلب، ذبح ويعني فالهدف من ذلك أنه هذا الانفلات الأمني وهذه الجرائم المتطرفة أنا لها أن تنتهي، وأنا كنظام أنا القادر على هذا الحسم وأنا العنوان الأساسي للتواصل. نعم أستاذ غزوان، تحدثت عن المجتمع الدولي، المعارضة باسم الائتلاف طالبت بضرورة التحرك العاجل لوقف تصعيد النظام وروسيا في إدلب، إلى أي مدى تظن أن المجتمع الدولي مستعد وقادر على إنقاذ إدلب؟ ليس لدى المجتمع الدولي لا القدرة ولا الإرادة لتدخل بأي شكل من الأشكال لا لحماية إدلب ولا لحماية أي مدني سوري. القرار أنيط في تلك المناطق للمشيئة الروسية وبطبيعة الحال للضامن التركي، لكن الضامن التركي ليس قادرا حقيقة ليس قادرا على مواجهة الضغوط الروسية، وبالتالي من يدفع الثمن هم المدنيين. يعني رسالة مدمعة توجه من روسيا إلى تركيا عبر دماء المدنيين السوريين. ربما أيضا نبقى في المجتمع الدولي، يرى الكثيرين أو الكثير من المراقبين أن المجتمع الدولي والقوى الفاعلة مشغولة الآن بترتيب أوضاع الجنوب السوري وتفريغه من النفوذ الإيراني، إلى أي مدى ترى أن زيارة الأسد الأخيرة إلى موسكو كانت تدخل في هذا المسعى؟ بتقديري هذه الزيارة جزء من سياق له علاقة بترتيبات الوضع فيما يخص إعادة تأهيل نظام الأسد بموافقة إسرائيلية وفق معطيات وترتيبات معينة في جنوب سوريا تبعد الميليشيات الإيرانية وحزب الله عن تلك. أستاذ غزوان، أيوة نعم تابع، بإمكانك المواصلة. تماما، كنت أقول أنه يدخل ذلك في سياق الترتيبات الأمنية المتعلقة بضمان أمن إسرائيل في منطقة الجنوب التي توجب إبعاد الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله عن تلك المنطقة، وبنفس الوقت إتاحة الفرصة للنظام السوري للتواصل جغرافيا مع الأردن عبر منفذ معبر نصيب، وهذا بيوجب ترتيبات معينة فيما يتعلق أيضا بالقوى المعارضة المسلحة في تلك المنطقة. باعتبارك تحدثت عن الأردن، هل يمكن ربط التوجه الدولي لإفراغ الجبهة الجنوبية من الميليشيات الإيرانية بتصريحات وزير الخارجية الأردني في هذا الصدد؟
بكل تأكيد هناك رابط في هذا السياق، لكن أزعم أنه يعني ستؤول تلك المنطقة أفق ترتيبات معينة يجري الاشتغال عليها على قدم وساق، ولعل التواصل الروسي الآن مع القوى العسكرية الموجودة في الجنوب يأتي في هذا السياق لإعادة تأهيل المنطقة عبر بسط سيطرة الجيش السوري التابع للنظام على تلك المنطقة، وخاصة على معبر نصيب اللي هو معبر حيوي بالنسبة لشريان الاقتصادي السوري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، كنت معنا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية.